نقول إلى اللقاء. أخي مسلط، أخي مسلط، مسلط هل تأتيني قليلا؟ تعال. لكن نقول ليس إلى الوداع لجمهورنا العزيز، لأصدقائنا الأعزاء، لكن نقول إلى اللقاء لوقت يشدو ويتغنى بالمرح. نعم. لماذا؟ تعال. لماذا؟ تعال يا أخوي، الله يشغل عدوك. تعال، محافظ على اللغة العربية. ما يبجايك. تعال. ما يبجايك. فلذلك نتمنى منكم دعواتكم كريمة، ولا تنسوننا وسنبقى معاكم وإليكم. وعلي الأكسان نصير الطاح السعاطير اللي في الراس إنها للتشوش ولا دبوي. السعاطير اللي في الراس إن نستمر 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 ولا ننساكم. والله إن هالبرنامج إنه غالي. ومن أبو صالح الله يبيض وجهه، مالك القناة المتواضع، يعاملنا كأبنائه وكأخوانه. نعم ياوك ياوك، ما أشين الفراق وما أشين الوداع. يقول نتجاهل نتجاهل ونتغافل لكي يبقى الود، وليس لأننا أغبياء. نعم، أحيانا التجاهل والتغابي أو التغافل عفوا لأجل بقاء الود بينك وبين الشخص. ما كل من تجاهل أو تغافل قيل عنه أنه أحمق. انظر هذا الطير، إن هذا الطير يطير على الغصن، شوف ما يرقد، فجرية. عمرك شفت طيور تغرد؟ خلوني أكمل حلطمة آخر شيء برنامج عشان يمدني ما أنساي. عمرك شفت طيور تغرد فجر؟ طير يقق على نار، ما في مستحيل تحصلون زي كذا. ديك، عمرك شفت ديك ياكل حلا؟ ديك ما يرقد، ديك يذنب كل وقت، والله لا كمل حلطمة كلها. ديك يذنب كل وقت. تعال مسلط، عمركم شفتوا شغيرة؟ لازم كمل كمل. والله ما ادري كمل. خلاص خلصنا حلطمة. لكن والله بيت بناها الله، يعني سعدت بلقاء. اوه قال الوداع ومقصده يجرح القلب، زاه يا قلبي أنا من دين. وقال الوداع نجرح عيسر القلب. تعال صلوا وتخلص. لكن تعال. قال الوداع ومجرح واشرح مقصده يجرح القلب، محال قلبي ينجرح من وداع. بتحبني يا مرحبا براعي الحب. خلاص، فما نقدر نقول لكم إلا الله يكتب لنا اللي فيه خير، دعواتكم لنا إن شاء الله. الوداع ياوك، الوداع ياوك، الوداع نبي نفقد الديك. عمك شفت الدجاجة تطير؟ والله إن الدجاجة تطير اللي كانت مع الديك يا أخي شيء غريب. دحدوح ينطح، دحدوح ينفرقنا عند حدوحة، يمنى يبكي شغلنا شالت. على وين يا مهاجر أي بلد ساكن، على وين يا مهاجر أي بلد ساكن. لذلك أصدقائي الكرام، أقم يلا جايك. نعم نعم، هذه هي. الله كتم موفز موفز. لذلك يا جماعة اسمعوا مني، خلوا عني الكلام. الله أعلم لو مزيان مرة طيبة والدنيا بخير. إحنا موجودين، إحنا ما إحنا فارقينكم، احنا ما احنا مفارقيكم، احنا موجودين، احنا منكم واليكم. اقسم بالله نقعد على كبودكم، نقعد على كبودكم، ما نفارقكم. تحسبون بنخليكم احنا؟ مستحيل نخليكم احنا، والله العظيم حتى القناه ما نخليها بعد. هذه لكن تو صحصحت. نظرات غريبه، لكن ليست أنا الذي ألتفت إلى النظرات، إنما ألتفت إلى العقول. فهد فارع سيفقد الفوضى، حب التكسير. نعم، فهد فارع المفروض بعد البرنامج نخصص له غرفة فيها كل شيء يكسر يكسر. عندك عثمان الجنيبي كذلك
يناديني من بعيد كأن المسجد ما يقام له فيه. أخوي قيموا، أنا أشوفك المسجد قدامي هذا، يلا جمع عيال. طيب قيموا يلا، قيموا يلا عشان نصلي يلا، جمع صحيح العيال. لذلك استودعكم الله في وقت آخر، إلى اللقاء.